وبالآخر هذا هو المكان اللي رح يكون ملجئي. حاولت أشرح لك هالشي كتير من قبل بس أنت ما سمعت. كل ما كتروا الناس اللي حواليك كل ما صرت وحيد، ولما تمر بظرف صعب ما رح تلاقي حدا منهم واقف معك وبده مصلحتك. أهلا وسهلا بنتي. ما تواخذيني خالي، علي رضا أصر علي. إيه برافو علي، لو ما جابك كنت رح أزعل. تفضلي فوتي لجوا. نورتي. خير شو صاير لوشك؟ ما في شيء أمي، جرح ناكت. أمينة، علي رضا نبهنا لا تعامليها بطريقة مو منيحة. ليش لأعمل هيك حبيبي؟ مسكينة، ما بيكفي إنه ما ضل عندها محل تروح عليه؟ فوتي بنتي. أهلا وسهلا، نورتي بيتنا. شرفتي. شكرا لكم. أهلا وسهلا. كنت رايحة لساوي قهوة، كيف بتشربيها؟ رح ساعدك فيها لأنه نحن كتار. معقولة بنتي؟ أنتي ضيفتنا، تفضلي قاعدين نحن منساويها. تعا شوي، بدي أحكيك كلمتين. خير صهري، في شي؟ ليك علي رضا، بدي منك تعطيني سلاحي. كلكن ما عم تكونوا هون وأنا الزلمة الوحيد اللي عم ضل قاعد بالبيت. ليك صهري، هاي حسن ومجد وفريد واقفين برا، وفاتح وعبدو عم يمشطوا الحارة. حسن ما عليه كلام، بس البقية بتعرفهم، بدك ياهن يحموا عيلتنا؟ اوعك تستخفيني، أنا بأيام العسكرية كنت صيب جناح الدبانة. اسأل أختك إذا بدك. صهري أصلاً أنا أكتر واحد بيعرف إنه نيشانك ما بيخاوز، بس في نسوان قاعدين بالبيت أكيد رح يخافوا. ما أنا ظابطة، خلص انسى. Thank you.